مش هينفعك الا الذكر. والقران بيقول كده، لان سيدنا يونس مر في لحظه فجاه بليله صعبه لقى نفسه في بطن الحوت. فجاه كان راكب سفينه وزي الفل، فجاه لقى نفسه بيترمي في السفينه في بطن الحوت. ايه اللي نجاه من الصدمه النفسيه؟ بص القران بيقول لك ايه، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللي نجاك يا سيدنا يونس تسبيحك، اللي انقذك يا سيدنا يونس التسبيح. ربنا بيقول ايه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا مؤمنين، يا ذاكرين، يا مسبحين، ستنجو كما نجو يونس عليه السلام. قصة يونس بتعلمك ان صدمة الليلة السوداء نجا منها نفسيا بتسبيحه، لانه عنده رصيد من التسبيح. فلولا انه كان من ساعتها كان من المسبحين، له رصيد في عقله الباطن. وانتوا بتسمعوني دلوقتي، اقتنعت؟ اقتنعت ان اللي حينجيك في المستقبل من الصدمات العنيفة هو محافظتك على ذكر الله؟ عرفت ليه دعاء النبي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك قبل ما علب النفس يكتشف صدمة الليلة السوداء؟ أعدوا للليالي السوداء. ربنا يا رب يسترنا ويحفظنا ذكر الله. إيه الخطة اللي هنتفق عليها؟ إحنا عايزين ورد ذكر، يعني هدف محدد، ورد يعني عدد معين كل يوم، 700 تسبيحة، 100 استغفار، 100 لا إله إلا الله، 500 الباقيات الصالحات اللي هم إيه؟ 100 سبحان الله، 100 الحمد لله، 100 لا إله إلا الله، 100 الله أكبر، 100 لا حول ولا قوة إلا بالله. مين ينوي؟